فعلا فعلا ولا عمري شفت أخذة من هيك حكم ولا من هيك. يعني انتوا بتقاتلوا مين؟ انت بتقتل واحد بيجي وراه عشرة، حاقد ناقم قلبه مغلول عليك. إذا كان ابن 6 سنين بيكبر بصير ابن 16، رح يكون عرين ورح يكون أسد بوجهك. فهذا بده يكون طول العمر ضلوا حاطين بالكم إنه طول العمر هذا الإشي رح يضل رصاصة بوجهكم. شعبنا وأطفالنا ابن 5 سنين رح يكبر ورح يصير ابن 20 سنة ورح يطلع أسد ورح يطلع وعد ورعد، وكل هدول الأبطال رح يطلعوا ويجابوا هيك عدو. فالعدو بيعمل أعماله عشان يخضع الناس، عشان سبب واحد، عشان سبب واحد إنه الشعب يصيروا ما بدهم هذا الإشي. بالعكس هم أعمالهم كل ما بخنقوا الشعب بقول لك إن شاء الله يطلع بعد العرين عرينين وثلاثة وأربعة. يعني اللي صار بالخليل هذا صار تقليد، صار نهج عند كل الشباب، وإن شاء الله هيك هم شبابنا، وإن شاء الله العرين منتصر والأسود منتصرين، وإن شاء الله غيرهم وغيرهم وغيرهم وصقور وأسود وفود، إن شاء الله كلهم رح يحققوا غايتنا والنصر قريب.